بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أصحاب الجلالة والسمو معالي الأمير العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على المبادرة الكريمة باستضافة أعمال دورتنا 39، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد لهذا اللقاء الهام الذي يجمعنا جميعا في إطار بيتنا الخليجي، مؤكدين حرصنا على دعمه وسعينا المتواصل على الحفاظ عليه. كما يسرني بمناسبة انعقاد دورتنا هذا والتي تتزامن مع ذكرى تولي أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم في 3 ربيع الثاني، أن أتقدم لجلالته بخالص التهنئة متضرعا إلى الباري عز وجل أن يمده بوفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة العطاء والازدهار للمملكة الشقيقة. أصحاب الجلالة والسمو، إن انعقاد هذه الدورة لمجلسنا الموقر في موعدها المحدد رغم الظروف التي نمر بها يؤكد حرصنا جميعا على مجلس التعاون واستمرار آلية انعقاد دوراته، كما يجسد إدراكنا لحجم واستجابة لتطلعات وطموح أبناء دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد فقد توصلنا ولله الحمد وبفضل توجيهاتكم وحرصكم إلى عقد اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية على مدى العام الماضي، والتي تؤكد على حيوية وفعالية مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والمرفوعة اليوم لمجلسكم الموقر لإقرارها. أصحاب الجلالة والسمو، إننا ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات الخطيرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها المقلق. الأمر الذي يدعونا أن نجسد وحدة كياننا وأن نعزز عملنا المشترك لدعم مسيرتنا، ولعل أخطر ما نواجهه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع، وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيانا بدأ يعاني الاهتزاز، وأن مصالحه لم تعد تحظي بالضمانات التي كنا نوفرها له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا. وفي سياق حديثنا عن التحديات التي نواجهها، فلا بد لنا من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب واستنكارنا لها، مشددين على ضرورة تضافر جهودنا للتصدي لها وتخليص العالم من شرورها. أصحاب الجلالة والسمو، انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي وسعيا منا لتدارك الأمر في وضع حد للتدهور الذي نشهده في وحدة هذا الموقف وتجنب لمصير مجهول لمستقبل عملنا الخليجي، فإننا ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشغاغة في صفوف أبنائنا
وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه. إننا على ثقة أيها الأخوة إنكم تشاركونني الرأي بأهمية الاستجابة لهذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتهيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تحديد الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد ما نعانيه اليوم من خلاف أصحاب الجلالة والسمو. إننا نؤكد بأن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لنا جميعا، ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد، والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لها وصولا إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن. مشيدين في هذا الصدد بالأصدقاء في السويد على رعايتهم لهذه المشاورات وسعيهم لتوفير الظروف المناسبة لإنجاحها. ولا يفوتني هنا الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الدولي لدعم تلك المشاورات وإنجاحها، إضافة إلى المساعدات الإنسانية الضخمة التي يقدمها التحالف للتخفيف من آثار الظروف الإنسانية القاسية التي يكابدها أشقاؤنا في اليمن. لا تزال الكارثة الإنسانية في سوريا الشقيقة مستمرة، ولم تفلح الجهود الدولية في إيجاد حل لها. لتستمر المعاناة ويتضاعف التهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم، متمنين لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لسوريا بيدرسن التوفيق في مهمته الجديدة، وصولا إلى الحل السياسي المشهود القائم على قرارات الشرعية الدولية وجنيف واحد، ومقدرين الجهود التي بذلها سلفه السيد ستيفان دمستورا. أصحاب الجلالة والسمو، نهنئ الأشقاء في العراق على التطورات الإيجابية التي تحققت لهم باستكمال العملية السياسية باختيار القيادات، عن تطلعنا بأن تتمكن الأشقاء في العراق من إعادة البناء لإزالة آثار ما شهده العراق الشقيق من دمار، وليتحقق لأبنائه تطلعاتهم بالأمن والاستقرار والازدهار. وحول مسيرة السلام التي وبكل أسف تعاني جمودا وتجاهلا من قبل المجتمع الدولي، فإننا نؤكد حرصنا على المسارعة لإثناء عملية السلام وصولا إلى اتفاق سلام شامل ودائم وفق قرارة الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، دعما وتعزيزا لاستقرار المنطقة والعالم. نؤكد مجددا على أن تستند علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مبادئ أقرها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار، تحقيقا لكل ما نتطلع إليه جميعا من أمن واستقرار وسلام لمنطقتنا. وفي الختام أجدد الشكر لكم جميعا، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ دولنا ويعزز وحدتنا ويوفقنا لما فيه العزة والمنعة لأوطاننا والرفاه لشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.